شهد المعلم الديني مسجد الباشا الواقع بحي سيد الهواري حملة تنظيف من طرف المجتمع المدني والسلطات المحلية، حيث أكدت مديرة الثقافة أنهم بصدد إعداد بطاقة تقنية للمطالبة بترميمه. يعني جاي في وسط مدينة وهران وعنده دلالة تاريخية كبيرة. هذا التعاون وهذا المبادرة، يعني احنا كسلطة محلية احنا يعني نتمنوها، وان شاء الله راح يكون هناك بطاقة تقنية ترسل الى على مستوى وزارة الثقافة، وكذلك نشوفوا مع كذلك وزارة الشؤون الدينية، وان شاء الله يكون هناك عملية ترميم. هذه العملية عرفت تجاوبا كبيرا ومشاركة من مختلف شرائح المجتمع المتعلق بمعالمه التاريخية بالمدينة. كل الجمعيات اللي راهم حاضرين معنا الله يعطيهم الصحة والله يجازيهم، والله فخر كبير أننا نشاركوا في هذه الحملة. ورانا متواجدين في حملة تنظيف، وإن شاء الله نتمنى من السلطات كما نطف لها اليوم يباشر العمل تاعها إن شاء الله. ونحن ماذا بينا خلو التراث تاعنا وصوالح القدم تاعنا باش كي يجوا السياح ولا أمنا نقوا حاجة نقابلوهم بها. حقيقة يعجز اللسان عن وصف هذا الشيء اللي حدث اليوم في مسجد الباشا. كان مغلوق منذ سنة 2010 واليوم الحمد لله تمت عملية التنظيف. هذه المبادرة لم تقتصر على أبناء الباهية فقط بل عرفت مشاركة أجانب. يعني سعدت برشا بالحملة هذه تاع التنظيف. أنا منذ 94 جي لوهران، أنا شفت يعني بيبليكاسيون على الفيسبوك شفتها تأثرت، غيرة في وهران جيت يعني وعاونت وحبيت يعني نربح الأجر. هذا المعلم الأثري بصراحة والله يبغي ترميم ويبغي تسجيل، وبالنسبة لنا هذه يعني أول مبادرة من أجل ترميم هذا المسجد وإعادته كما كان. هكذا تتواصل الأجيال بالحفاظ على إرثها وتتحاور في ميدان التطوع لغد قد يأتي بمشروع لترميم هذا الصرح الديني الصامد والشاهد على تحرير وهران من الإسبان.